حزب الله والمقاومون في لبنان يقدمون التضحيات الكثيرة نصرة لغزة ولمستقبل هذا الوطن. نحن نقدم التضحيات التي تتطلبها المعركة وهي كبيرة، ولكننا نصد خطراً كبيراً أيضاً، ومستعدون للأكثر كلما تطلب الأمر ذلك. لا ترعبنا التهديدات ولا التحذيرات، نحن في الميدان واضحون أننا جزء من هذه المعركة. هذه سنة الحياة، وأن إسرائيل إذا تمادت سنرد الصاع صاعين، وأننا لن نخشى لا التهديدات ولا التهويلات، لا الإسرائيلية ولا الأمريكية، لأن مستقبل المنطقة الآن معلق على هذا العمل وعلى هذه التضحية. من الوعد الصادق إلى طوفان الأقصى، فكانوا الوعد والوعيد. الشهيد عباس حسن هزيمي.